إن أفضل وأجمل شيء يسدي مسامعنا في الوقت الحاضر هو تلاوة القرآن الكريم. فضيلة الشيخ الأستاذ محمد أحمد شبيب حفظه الله يتلو علينا ما تيسر له من آيات الله البينات، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم الله
Oh.
أكبر الله أكبر. جمالك يا شيخنا. أحسنت يا سيدنا ما شاء الله.